قبل شوي حكينا عن مسلسل قصي خولي توتر عالي ولوك الشخصية اللي عم بيقدمها. هلأ راح نحكي مع عن مسلسل الوسم اللي هو صاحب فكرته مع شركة إبلا الدولية. كمان بهذا المسلسل قصي عم يلعب دور مركب وغريب. الوسم عمل اجتماعي فكرتي وإشرافي، قصة وسيناريو وحوار بسيم الرئيس ساعدت أنا فيها طبعاً وتطورت عن طريق شركة اسمها رايتبلز. هو مسلسل الوسم عمل مؤلف من 4 أجزاء، كل جزء عبارة عن 7 حلقات ورح يتم عرضه على منصة شاهد. العمل إنتاجياً مكلف لأنه بيحكي عن اللي صار بهال10 سنوات بالوطن العربي وتحديدا سوريا وكيف الناس عم ترجع تتعاطى مع الحياة. اخراج الاستاذ ورفيقي وصديقي سيف سبيعي، معنا ناس بروفيشنال بكل المجالات حقيقة. بهاي المناسبة انتوا صورتوا شوية شغلات بمصر اوكي، ويعني بس انا بدي اقول للعالم انه في كمان نجوم مصريين حيكون في بالاجزاء نجوم مصريين، في تصوير بمصر، في تصوير باثينا، في تصوير باليونان، وفي تصوير بلبنان. معنا اساتذه ونجوم رفقاتي وزملائي من سوريا ومن لبنان ومن مصر باسمائهم الكبيره جميعا، مشان ما انسى حدا. تجربه نحن بانين عليها هيك امال حلوه كثير لانه شايفين فيها امكانيات كويسه، في انعاش لحاله الشغل اللي كانت تصير بالزمان بدرامانا السورية إن شاء الله. والعمل إن شاء الله بيكون في فكرة جديدة وشغلة حلوة بإذن الله. فكرة جديدة وأيضاً لوك جديد لقصي، انتشر منه بعض الصور وبلش الحكي عن عمليات التجميل اللي قام فيها قصي وعن أنه عمل حقاً بوتوكس بمنطقة الحنك، لهيك حبيت أفهم منه الموضوع بشكل شخصي. الناس اتهموك أنه أنت عامل جولاين اوكي، عمليه مكلفه $90,000. اوكي، اول شيء انا بس بتحليل بسيط، انت يوجوالي ما بتحلق دقنك؟ تمام. عاده فيعني هلا حلقت دقنك؟ حلقنا دقنك، فبين شكل دقنك. مزبوط هالحكي. تمام. لقلك شو، مشان نكون دقيقين، الدور اللي كنت انا عم بشتغله في شيء نفسي مع شويه قراءات وتحليلات اكتشفت بعلم وشكل الجمجمة مع الدقن مع كذا، في مجموعة من الأشخاص الدراسات أوجدت بأنه هن عندهم شيء مختلف بشكل الجمجمة وشكل الحقن الدقن والكذا. فرحنا على شيء اسمه بوتوكس يحقن لمدة 2 أو 3 أو 6 أو whatever في عالم 6 شهور. وقت رحنا لنستخدمه أو وقت أنا استخدمته لغرض له علاقة بالشخصية، وهذا بيروح وراح. هو أنا ماني عامل أولا عملية مكلفة $90,000، ما حأعملها أكيد، مو مشان $90,000 ما حأعمل عملية، لكن أنا قد أستخدم تقنيات العلم أو التقنيات الطبية بشيء له علاقة بشغلي. بس رجع صار وقالوا حائن شواربه وبغير أنفه. بكل الأحوال إذا بدي أعمل هذا الشيء فأنا ماني خايف من حدا، واثنين هي حرية شخصية، وثلاثة ما في شيء من هذا الحكي لأنه هذا بيأذيني أنا كممثل بالنهاية. بس هذا دليل على أنه بيقول لك bad publicity is a great publicity، يعني الناس عم تشوف، الحابة عم بتشوف، واللي عندها إشارات عم بتشوف، وهذا شغلنا بالنهاية. مثلا أنا شو شفت اليوم، عملت لك سكرين شوت لهي الصورة. I think أنت كنت عم تطلع بالمراية عامل هيك. أنا يمكن لا عم تعمل هيك لأنه عم بتشوف، عم بطلع هو اللي بدي إياه. بالضبط. صح بالضبط. كانت معنا كمان تحياتي لرودينا ثابت، عملت جهد جبار بحيث أنه تعمل من وجهي شيء جديد حقيقة. وكنا هاي بمرحلة التجربة النهائية اللي أنا فعلا كنت قبل بشوي عم بقرأ مشهد مهم عم بتشوفه وكانوا عم يسمعوه وأنا كنت عم بقرأ وعم جرب أعمل شيء، شباب صاروا يصوروني فيديو أنا نزلته، مو نازل تهريب مثلا، أنا نزلته لأنه هو شيء من ضمن شغلك وتحضيرك للشخصية وقلبت الكاركتر من شيء كانوا الناس شايفينه لشيء تاني، لأنه هذا الشغل. هذا شغل، والحقيقة مع قصي الشغل مختلف، يعني سموه شو ما بتكون، بس أكيد هو ممثل مبدع، وأكيد رح نشوف قصي برمضان 2022 بمسلسل من إلى مع شركة الصباح. بعرف إنك ما بتقدر تحكي عنه هلأ من إلى، أوكي؟ من إلى لمين؟ لمين؟ عجب لمين؟ من إلى مسلسل رمضان إن شاء الله، كمان لشركة الصباح، كتابة بلال شحادات وزميلتنا فرح، عمل كويس جميل جديد. والتحضيرات لهالعمل الرمضاني ما زالت بأوله، لهيك مو كل طاقم التمثيل واضح لليوم. معنا بالمسلسل مجموعة من الأسماء والنجوم
كلهم على راسي، ولكن انا بحكي على المضى معهم يعني اللي هي فاليري ابو شقره اللي هي حتكون شريكه ان شاء الله. العمل بعتقد انه حلو وجديد وفكرته كمان جديده، اللي صارت الناس تسميه البان ارب. اخراج رفيقي وزميلي وشاب من الشباب الناجحين جدا مجدي سميري مخرج التونسي. وبهيك بكون خبرتكم عن أعمال قصي القادمة وتفاصيلها. بس بالآخر حقيقة أنا حابب أقول شيء، قصي فنان حقيقي، الإبداع عنده بيتجاوز التفكير السطحي عند البعض، لهيك هو بيروح بشغله للآخر، ولهيك بس يخلص أي مسلسل من بطولة قصي بيكون النجاح الكبير بسبب شغله على التفاصيل اللي يمكن البعض بيلاقيها مبالغ فيها. بس الحقيقة بمجال شغلنا بالإعلام والفن وكل شيء له علاقة بالعمل الإبداعي، هاي التفاصيل بتصنع الفرق وهي واحدة من عوامل النجاح. فتحية لك كل مبدع بيعرف كيف يوصل المتعة والفائدة للناس.